ومعنا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد، نطلع منك أكثر على تفاصيل ما جاء في بيان الخارجية. صحيح كارولينا، هذه هي المرة الثانية التي تلتئم فيها الخارجية السودانية بفولكر بيريتس. الخارجية السودانية طبعا الإشارة إلى البيانات غير الدقيقة هي إشارة إلى خطاب موجه من البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي وإيجاد إلى مجموعة التوافق في قوى الحرية والتغيير بالأمس، أعلنت فيه الآلية الثلاثية عن وقف الحوار بعد انسحاب المكون العسكري. اتضح لاحقا أن الاتحاد الأفريقي و إيجاد لم يوقعا على هذا الخطاب. الخارجية السودانية أيضا أشارت إلى ضرورة التزام البعثة الأممية بالحياد والمهنية، وناقشت حسب البيان أيضا مع فولكر بيريتس مهمة البعثة وكذلك التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة السودانية للبعثة لتسهيل مهمتها. بالطبع كارولينا، يعني يبدو واضحا للمراقبين هنا أن الخرطوم والبعثة الأممية ليستا على وفاق كامل، يعني يبدو أن الخرطوم يعني ترى أن البعثة تتجاوز مهامها في بعض الأحيان ولا تركز على مهام أساسية بالنسبة لها، فيما ترى البعثة من جانبها أن مهمتها الأساسية هي دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان، إضافة إلى عملية السلام والمسائل الأخرى المتعلقة بالانتقال في السودان. كارولينا، نعم، شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا خالد عويس.